مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، ومساك الله بالخير لولو. مساك الله بالنور والسرور والصحة والعافية يا فواز، ونمسي عليكم بالخير مشاهدينا الكرام. طبعا النجاحات اللي حققتها مملكة البحرين خلال الفترة الماضية بهذا التحدي الاستثنائي اللي شهد العالم كله هي نتيجة الاهتمام جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه، ومتابعة سمو رئيس الوزراء الله يحفظه ويرعاه، وقيادة سمو ولي العهد الله يحفظه ويرعاه لفريق البحرين في التعامل مع هذه الجائحة اللي نقدر نوصف هذا التعامل بأنه تعامل أمثل. بالضبط، أنا بسميه بعد تعامل احترافي. ومع التعامل الاحترافية في مواجهة هذا التحدي الصحي، تمكنت البحرين من تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي والمحلي، والاستمرار في عجلة البناء واستمرار الحياة بصورتها الطبيعية، ووضع صحة وسلامة المواطن والمقيم على قائمة الأولويات للمملكة. مشاهدينا الكرام، نستهل معاكم جولتنا لأهم الأخبار اليوم من بعد هذا الفاصل. نجدد التحية بكم مشاهدينا، ونبدأ معاكم في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد هنأ المجلس سمو رئيس الوزراء على سلامة الفحوصات الطبية اللي أجريت لسموه، واللي تكللت بحمد الله وبفضله وبالتوفيق والنجاح، سائلا المجلس المولى عز وجل بأن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بموفور الصحة وتمام العافية وطول العمر. وأشاد أيضا المجلس بالدور اللي طلع به سمو ولي العهد في قيادة الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وبالنجاح اللي حققته المملكة حتى الآن في مكافحة الجائحة مع الحفاظ على نمط الحياة في مجراها الطبيعي قدر الإمكان. وفيما أثنى المجلس أيضا على روح الوعي والمسؤولية اللي تحلى فيها المواطنين والمقيمين، فقد أهاب المجلس بالمواطنين أيضا بعدم التهاون بالتعليمات الوقائية والاحترازية. واستعرض مجلس الوزراء آخر تطورات ومستجدات التعامل مع فيروس كورونا COVID-19، حيث أعرب المجلس عن الاعتزاز بنجاح مملكة البحرين في التعامل مع هذه الجائحة على صعيد الإجراءات الوقائية الاستباقية، أو حتى على صعيد تخفيف وطأتها على الاقتصاد الوطني، وكان هدفها الأسمى أكيد صحة المواطن ومعيشته. في خبر آخر أيضا، ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع اللجنة الأمنية عن بعد بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية. وخلال الاجتماع استعرض سموه خطة التطهير الاحترازي اللي قامت بها بالشراكة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمتطوعين، حيث تم إقامة سلسلة من حملات التطهير في منطقتي الزلاق والرفاع، والحملات اللي سوف يتم إقامتها خلال الفترة القادمة في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، واللي تسهم في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال بذل الجهود لضمان أمن وسلامة الأهالي والمواطنين.
في خبرنا الأخير، أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن فتح باب التسجيل للبعثات الدراسية للطلبة المكفولين في المؤسسة من خريجي العام الدراسي 2019-2020، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 14 من شهر يوليو 2020 إلى يوم الخميس 30 من يوليو 2020 عن طريق التسجيل الإلكتروني بموقع المؤسسة. وأكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد أنه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوفير البعثات الدراسية للطلبة المكفولين في المؤسسة ممن لا تساعدهم ظروفهم المعيشية على استكمال دراستهم الجامعية، وبناء أيضا على تشجيع المستمر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للطلبة المكفولين بالمؤسسة لمواصلة التعليم والحصول على الفرصة المتميزة لكي يساهموا في رفعة الوطن ورقيه، فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحرص أشد الحرص وضمن برنامج الرعاية التعليمية اللي تقدمها لأبنائها الطلبة المكفولين على توفير هذه البعثات الدراسية بصورة سنوية. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي. خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة، خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن انه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحيه ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدا الاعراض بالظهور تدريجيا على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقا، فقام راشد نقلها الى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسله من المخالطات المتكرره اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دائما أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين. جهود كبيرة لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وضمن الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا قامت إدارة وزارة الداخلية بالعديد من الجهود والمبادرات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين. بالفعل فواز، ومن بين هذه الجهود قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بجملة من المهام فيما يتعلق بعمليات التطهير الاحترازية وأيضا تدريب المتطوعين الذين لبوا نداء الواجب تجاه وطنهم للمشاركة بعمليات التطهير لعدد من المواقع في المملكة. أكيد تفاصيل أكثر راح نتعرف عليها من خلال التقرير التالي، خلنا نتابعه ونرجع نواصل حديثنا في هذا المحور. لتسليط الضوء أكثر حول هذه الجهود، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف النقيب مهندس دكتور مصعب علي الخالدي رئيس مجموعة مراكز الدفاع المدني. مساك الله بالخير دكتور. مسيك الله بالنور والسرور، الله يسلمك دكتور. يعني هل ممكن تكلمنا عن دور المتطوعين في التعاون مع رجال الدفاع المدني للقيام في عمليات التعقيم الميدانية؟
طبعا في البداية شاكرين لكم دوركم في إبراز جهود الإدارة العامة للدفاع المدني. حقيقة أن أدوار الإدارة العامة للدفاع المدني متعددة، ومن ضمن هذه الأدوار تدريب وتأهيل المتطوعين لقيامهم بعمليات التطهير الاحترازي مثل ما تفضلتوا. كذلك نود أن نشير أن المتطوعين دورهم يقتصر على عمليات التطهير الاحترازي من خلال تنسيق عملهم الميداني في مختلف مناطق مملكة البحرين بالتعاون مع المحافظات. الإدارة العامة للدفاع المدني حريصة على توجيه التعليمات والإرشادات المطلوبة للتأكد على اتباع كافة الإجراءات السليمة لضمان قيامهم بعملهم على أكمل وجه، والأهم من ذلك سلامتهم في المقام الأول. فمثل ما تفضلت، الإدارة العامة للدفاع المدني تبتدي من تدريبه لتأهيله لمتابعته في العمل الميداني، وكذلك الإشراف عليه للتأكد من سلامته وقيامه في هذا الدور اللي شاكرين لهم في وقفتهم التاريخية من خلال مساندتهم للجهود الوطنية لانتشار فيروس كورونا. نعم، يعني لو تخبرنا دكتور عن حجم المتطوعين أو عددهم اللي فعلا تلقوا تدريبات من الإدارة، وشلون تم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم؟ طبعا منذ استلام ملف المتطوعين في الإدارة العامة للدفاع المدني، قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتدريب ما يقارب 5547 متطوع لحد اليوم، والعمل جاري على تدريب عدد أكبر. يكون مشوارهم عندنا في الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال استقبال الأسماء من قبل المنصة الوطنية للتطوع، يتم تفعيل مركز اتصالات للتنسيق لتدريبهم وعملهم في شتى محافظات مملكة البحرين. تم تفعيل كافة مراكز الإدارة العامة للدفاع المدني في مختلف المحافظات، يتم استقبالهم، كذلك نقوم بعملية الفحص المبدئي للتأكد من سلامتهم، نقوم بإجراءات والتدابير الاحترازية من خلال التأكد من كافة هذه الأمور. بعدها يتم ننتقل للتدريب النظري والعملي للتأكد من قيام المتطوع بدوره بأكمل وجه، ونتأكد أن المتطوع قادر على القيام بهذه العملية، بحيث أنه ما يكون ما تعتبر هذه الدورة، متأكدين أنه قادر أن يقوم بعمل التطهير الاحترازي بشكل متكامل، ونرد على كافة الاستفسارات بحيث أنه يكون جاهز للعمل في كافة محافظات مملكة البحرين. نعم نقيب مصعب، يعني كم بلغ عدد عمليات التطهير الاحترازي اللي قدمها المتطوعين، ومن جانب ثاني في أي مواقع تم تنفيذها بالتعاون مع المحافظات في مملكة البحرين؟ طبعا لحد اليوم شمل عمليات التطهير ل 1132 موقع قام بتطهيرها بشكل احترازي المتطوعين في مملكة البحرين كحزمة أولية لعملهم الميداني. كذلك شملت هذه المناطق مرافق عامة من خلال بعض الأماكن اللي تتردد فيها الحشود البشرية، المجمعات، المناطق المفتوحة، المتنزهات. كان بعد عندنا تعاون كبير مع المراكز الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم للعمل على تطهير وتطهير مناطقهم في هذه الأمور. كذلك يتم التنسيق مع كافة المحافظات للقيام بتطهير الأسواق والأماكن اللي يكون فيها تجمعات بشرية كبيرة. فالعمل الميداني مع المتطوعين قام مبني على تطهير كافة هذه المنشآت المرافق الحيوية اللي تكون فيها ارتياد بشري كبير، واحنا ان شاء الله بعد في صدد تدشين خطط بحيث ان احنا ننتقل من مرحلة لمرحلة لضمان تغطية اكبر عدد من تلك المواقع لضمان سلامة اغلب مناطق البحرين ان شاء الله، بالتعاون مع المتطوعين في هذا الجانب. نعم، يعني اكيد جهود كبيرة قاعدين تقومون فيها دكتور. لك لو بعد تخبرنا عن الأجهزة والأدوات اللي يستخدمونها هذين المتطوعين في عملية التطهير، وهل هي آمنة أو لا؟ طبعا مثل ما تفضلت، يعني جهود مملكة البحرين بشكل عام في مثل هذه الأمور مواكبة للتوجهات والمعايير الدولية في استخدام المواد والأجهزة. الأجهزة اللي نحاول نحن نستخدمها في البحرين تمر على جزء من الإجراءات، من ضمنها نتأكد من اعتماديتها من الجهات المعنية الصحية، كذلك تجربتها نتأكد كذلك أنها هي متطابقة مع التوجهات الدولية من خلال آلية الاستخدام المركب الكيميائي نفسه وفعاليته. فمملكة البحرين حريصة أن تكون، وكذلك المتمثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، حريصة أن تكون هذه المواد صديقة للبيئة غير مضرة، تتواكب مع كافة تلك التطورات العالمية. فنرى أن هذه المعدات
بإذن الله تكون يعني عليها أعلى معايير الاعتمادية والمراجعة، لأنها هي تكون صديقة للبيئة ولا تتسبب بأي أعراض جانبية في هذا المجال للمتطوعين وكذلك للمناطق التي تم تطهيرها احتراجيا. طبعا دكتور، لو تكلمنا أكثر حول دور الإدارة العامة للدفاع المدني في التنسيق للاستعدادات الجارية لدور العباد والمرافق التعليمية أيضا. طبعا أنا حاب يعني بلا شك مثل ما تفضلت، الإدارة العامة للدفاع المدني حريصة أن تكون الحياة انسيابية في مختلف الظروف، مثل هذه الظروف نرى أن مثلا دور العبادة، المرافق التعليمية وغيرها، لابد أن نتأكد أن قدرات كافة تلك الكوادر في الأوقاف والمساجد ودور العبادة قادرين على القيام بمثل هذه العمليات الاحترازية. الإدارة العامة للدفاع المدني قامت بتدريب ما يقارب 858 كادر من كوادر دور العبادة والمساجد في مملكة البحرين لقيامهم بعملية التطهير الاحترازي في وقت الحاجة، لضمان أن تكون هذه الأماكن جاهزة ومثل ما تفضلت يعني تكون آمنة في حين تطلب الاستعداد لرجوع مثل هذه الأمور. بما يتعلق بالمرافق التعليمية، قامت الإدارة العامة للدفاع المدني وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإعداد الإرشادات والضوابط من خلال تجهيز فيديوهات توعوية على آلية التعقيم نفس مثل ما تفضلت، التراكيز والتحاليل المعتمدة، بحيث أن نضمن أن كافة تلك الكوادر قادرة على تقوم بهذه العمليات التطهير على أكمل وجه، بما يضمن سلامة المرافق وكافة المرتادين والمستخدمين لهذه المرافق. نعم يعني دكتور، قبل أن ننهي هذا الحوار المثمر، هل لنا أن احنا نحصل بعض النصائح نعطيها السادة المواطنين والمقيمين عن عملية التعقيم والتطهير الاحترازي سواء في المنزل أو حتى في الأماكن العامة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الاحترازية بشكل عام؟ مثل ما تفضلتي، التطهير الاحترازي هو مكمل ويعتبر من الإجراءات التكميلية للتدابير الاحترازية اللي لابد أن احنا نكون حريصين فيها، فلا يعني ما نقدر نستغني عن جزء ونترك جزء ثاني، فلا بد أن يكون مكملين لبعضهم. مثل ما تفضلت، الإجراءات والتدابير الاحترازية احنا حريصين أن استسقاء المعلومات من الجهات المعنية، خصوصا لربات المنازل بما يختص بالمحاليل المرخصة، التراكيز المعتمدة، بحيث أن لا تكون بطريقة يعني أكثر من اللازم، وفي نفس الوقت لا نتركها للاستنتاجات. حريصين على كذلك أن اتباع كافة الإجراءات الوقائية من حفظ هذه الأدوات بعيد عن متناول الأطفال، اتباع الإجراءات الوقائية من خلال الوقاية الشخصية، لبس الكمامات والقفازات عند القيام بعمليات التطهير الاحترازي، التخلص السليم من المعدات والأدوات بالطرق اللي تم التصريح فيها. هذه تكون الأشياء الأولوية لربات المنازل وفي المنزل وكذلك الأماكن العامة. في النهاية حريصين أن الجميع يكون مصدر إيجابي للقيام بعملية مكافحة انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين، بما يضمن سلامة الجميع ولتحقيق الهدف المصبو الوصول له، بأن احنا نطلع إن شاء الله بأقل الخسائر، وإن شاء الله نكون متفائلين من أوائل الدول اللي تتجاوز هذا المحنة بأعلى معايير النجاح. نعم. شكرا لكم للاستضافة ويعطيكم العافية على جهودكم المبذولة، وبإذن الله إن شاء الله أن تكون هذه الاستثمار والجهود كفيلة بأن احنا نمنع انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين. بإذن الله، وتحية وتقدير لكافة منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني، النقيب مهندس دكتور مصعب علي الخالدي رئيس مجموعة مراكز الدفاع المدني، كل الشكر والتقدير لك. نبقى حماة الأمن والدرع الأمين، حفظ الأمن.
من البحرين نبقى مخلصين لبريتنا منا الولاء ولأرضنا عهد الوفاء برا وبحرا وسماء. فاعل خير خدمة تقدمها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية. تهدف هذه الخدمة إلى التكافل الاجتماعي من خلال التبرع للمتعثرين والمعسرين. يمكنكم التبرع من خلال تطبيق وخدمة سداد. الاختيار لفئات التبرع: التبرع العام والحالات الفردية. اتبع خطوات الدفع. أدخل المبلغ المطلوب. اختار طريقة الدفع. كن فاعل خير. جزاك الله خير. أفرضت بالتأكيد جائحة كورونا على العالم كله تباعد اجتماعي طالت مدة العدة شهور، ورافقت الجائحة أيضا تغييرات كثيرة في طبيعة حياتنا وعاداتنا اليومية، تغيرت فيها أمور كثيرة طبعا تهدف للحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين من انتقال العدوى يا لولو. بالفعل يعني بس اللي طمنا فواز أن الناس كلهم على قناعة وثقة بإجراءات الفريق الوطني لمكافحة الفيروس، وبعد متأكدين أن هذه التغيرات الاجتماعية ما راح تطول ولا راح تستمر طول العمر، بالعكس هي فترة إن شاء الله وبتعدي. لكن السؤال اللي أنا ودي فعلاً أسأله، هل إحنا فعلاً مستعدين فواز لعودة الحياة الاجتماعية إلى سابق عهدها؟ والله سؤالك يعني في محل يا لولو، لأن هذه عملية انتقالية، تعتبر انتقالية اجتماعية مهمة، لها إجراءاتها، لها خصوصيتها، لها أهميتها في قلوبنا كلنا، أنه يعني بنرجع نشوف أهلنا، بنرجع نتجمع مع ربعنا، بنرجع حق لقاءاتنا الاجتماعية، يمعاتنا الأسبوعية، ميالسنا. لكن مملكة البحرين ولله الحمد نجحت خلال مكافحتها للفيروس على المحافظة على نمط حياة في مجراها الطبيعي قدر الإمكان، وبفضل وعي المجتمع وتحمل المسؤولية والتزامه بالإجراءات ما بنواجه إن شاء الله مشكلة في العودة الطبيعية، إذا هاي كان رد على سؤالك بإذن الله. إن شاء الله يا ربي ما نواجه أي صعوبات، وأكيد إحنا اليوم ضيفتنا جدا مميزة، والموضوع اللي راح نناقشه معاها أيضا موضوع جدا فيه نوع من التفاؤل وفي نوع من الإيجابية، فيسعدنا أن تكون معنا في الاستديو الدكتورة أحلام القاسمي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة البحرين. مساك الله بالخير دكتورة. مساك الله بالنور، وشاكرة لكم الدعوة الكريمة وتواجدي معكم على هالبرنامج الناجح ورائع. والله احنا نشكرك دكتورة على تواجدك معنا. خبرينا عن حياتك دكتورة في الجائحة. والله هي انقسمت إلى جزئين، بدايتها كانت صارمة جدا ومتحفظة جدا، وبعدين مع الوقت بعد ما فهمنا طبيعة المرض وطبيعة التعامل معه بدينا ناخذ شوي الاحتياطات الاحترازية ونتعامل تدريجيا بالحياة الطبيعية، ونرجع تدريجيا، احنا قاعدين نرجع يعني، وهذا اللي احنا نقول عنه يعني نرجع شوي. لكن بحذر طبعا الحذر موجود، يعني حتى تواصلنا الاجتماعي اليوم التقنية الإلكترونية الحديثة سهلت علينا التواصل الاجتماعي، إذا كان القصد من تواصلنا احنا نتكلم ونسولف. ممكن اجتماعات عائلية أنا شفتها كثر، أصحاب الجمعات يوم الجمعة لما يتجمعون قاموا يتجمعون إلكترونيا، إيش فيها يعني؟ صغير لين حطيت لك السفرة وقعدت أنت والأهل دار ما دارها، حطي السفرة قدامك وهم السفرة قدامهم، لا غير، وحطوا جوبرو. لا يا رب إن شاء الله نرجع. آمين. بس مثل ما قالت الدكتورة يعني خلينا بعد نرجع حق الدكتورة، نفس ما قالت أعتقد إن إحنا مع طول المدة قاعدين نتعود نرجع حق حياتنا الطبيعية بس بحذر. دكتورة لو قلت لك خبرينا شنو هي أبرز الملامح العامة اللي ممكن تتخيلينها لو قلت لك استشرفين المستقبل، شنو راح يصير على صعيد الاجتماعي عقب هذه الجائحة؟ الناس شلون راح تتعامل مع بعض؟ هو من الصعوبة ان احنا نتنبأ بسلوك انساني، لان احنا نعرف في الحياة الاجتماعية، لان احنا نعرف ان السلوك الانساني هو سلوك غير نمطي، تعاملي اليوم انا كأحلام مختلف عن تعاملك مع مثلا موقف معين، مختلف مع تعامل الاخ فواز، فبني بنشوف لكل شخص له نمط مختلف في التعامل، لكن احنا نقدر نحط يعني تصور عام اذا بنقسمه الى سيناريوهين او نقطتين. النقطة الاولى قد يترجع الناس في الاشهر المقبلة للتعامل بعودة قد تكون كثيفة
وهذه العودة يكون فيها شراهة للخروج، للتواصل، للعلاقات الاجتماعية، للتواجد في الحرمان. يعني دكتورة، نعم، تعويض الحرمان اللي تعويض الحرمان بيكون فيها فعلا تعويض حرمان. وفي دراسات في علم النفس أثبتت أنه ممكن يصير الشخص بعد فترة من العزلة يكون عنده هذه خلينا نقول الشراهة في العودة للحياة، في العودة إلى الحياة. هذه أحد السيناريوهات اللي يعني متوقعة. في توقع آخر أنه يكون رجوع، بس رجوع حذر، وهذا رجوع بيكون تدريجي وحذر حتى في سلوكياتنا وتعاملنا مع الآخرين. صح. بس هو يعتمد من كل شخص، تعامل كل شخص ونمط يعني تعامله مع الآخرين. أو إحنا نتمنى فعلاً السيناريو الثاني هو اللي يكون سائد، إنه بحذر. ليش فواز؟ لأن فعلاً إحنا قاعدين نطلع عن الإجراءات الحكومية، ونطلع فريق البحرين قاعد يقودنا يأخذنا من يجنا. هم ما قالوا لنا لا تسوون ولا شيء، ما أغلقوا ولا شيء، هم قالوا لنا سووا الأشياء اللي أنتم متعودين عليها لكن بضوابط معينة وضوابط جداً قليلة. بالضبط. سو تباعد اجتماعي بس كمان. وهذا الأفضل. إيه بالضبط. يا ما فيها شيء، أنا طلع الدكتورة أتابعها على السناب. كل يوم تروح حق الوالد تقعد معه بالكمامة، وكل يوم يعني ما شاء الله قاعدة هي معه وكمامته عليه وهي كمامته عليها، ومحاطين على التباعد الاجتماعي. مسجلها عليك دكتورة أن أنت نازلت تتزاورين. لا تتزاور، بس تتزاور بحذر وبحذر يعني مع يعني في حدود المعايير الموجودة، أقل من 5 أشخاص في موجود التباعد الاجتماعي. صحيح. والإجراءات الاحترازية. قالوا قديما دكتورة، ولا زالت هذه المقولة مستمرة، أن الطبع يغلب التطبع. فهل إحنا طبعنا راح يغلب التطبع ما بعد هذه الجائحة؟ إحنا متعودين على التواصل الاجتماعيات هذه الجائحة، تعودنا على التباعد الاجتماعي. نمط الحياة شلون الرجع في المستقبل؟ هل بيرجع تدريجيا ولا بنظل مثل ما قالت لولو بعضهم متواصلين؟ لأن البعض أصلا كان يطبق هذه الاشتراطات قبل الجائحة بالنسبة للتباعد في المجمعات التجارية ولا غيرها، ولا حتى يعني ما عاد لبس الكمام اللي هو يمكن دخل علينا جديد. احنا في البحرين وضعنا مختلف. احنا ولله الحمد يعني بفضل قيادة حكيمة والاستراتيجية اللي وضعت من الفريق بقيادة سمو ولي العهد، لاحظنا ان فيها تدرجية للحياة. في البداية كان في انقطاع واغلاق تام، بعدين بدينا بمراحل فتح بعض المحلات، وإن شاء الله نروح في مرحلة جديدة. كل هذه التدريجات والخطط يعني اللي رسمت لهذا المسار أعطتنا الفرصة أن إحنا كمواطنين ما نصيب بحالة الشوك. صحيح. أو الـ يعني الرجعة المفاجئة. نعم. صدمة. اللي ممكن تسبب لنا صدمة. صحيح. يعني دكتورة فعلا بصان هني وقاطعك على سالفة أن إحنا ما صار عندنا حظر كلي. صحيح. ولا جبرنا أن إحنا نجلس في البيت. من أول يوم صارت في هذه الجائحة إحنا شفنا دول قالت حق مواطنين قعدوا مكانكم لمدة طويلة، مدة شهر. أما إحنا في البحرين لا، إحنا قالوا لنا أنت مسؤول، وتعاملوا معنا معاملة فعلا كان الرهان فيها هو وعي المواطن. أنت مسؤول، البس كمامك، اطلع للضرورة القصوى، الحياة الرئيسية مفتوحة وكل القطاعات الضرورية مفتوحة. فأعتقد أنه كان في دراسة لنفسية المواطن في هذا الجانب. دكتورة هل تتفقين مع هذا؟ أتفق معك كليا. إضافة على ذلك، إحنا رغم الإمكانيات البسيطة اللي موجودة عندنا، إحنا من الدول اللي لم تنقطع الدراسة فيها. صح. استمرت الدراسة، وحتى عمليات التخرج واحتفالات التخرج استمرت بعد ذلك، وكان هاي شيء يعني جميل أنه ما عطلت حياتنا واستمرت بالشكل الصحيح، لأن انقطاعنا عن هذه الطقوس والعلاقات والعادات الموجودة والعادات قد يسبب نوع من أنواع التأزم والاكتئاب. وإحنا نشوف أن في بعض الدول وصلت عندها معدلات العنف، معدلات الانتحار عالية جداً. بالفعل. وإحنا كنا يعني نعيش بهذه الجائحة بسلاسة وبحذر، وهذا مثل ما أنت تفضلتي دكتورة أن الوعي يعني راهنوا على وعي المواطن. وصراحة أنا أشوف أنه يعني أبدأ يعني نجاح كبير في هذا الشيء. صحيح. إحنا نقول الكل مسؤول والكل دور في هذه الجائحة، حتى من قبل هذه الجائحة. دور مواقع التواصل الاجتماعي دكتورة، وأنت متابعة أكيد لمواقع التواصل الاجتماعي. أنا أكتب فيها. أنت أكتب جدا. فدور مواقع التواصل الاجتماعي دكتورة. مواقع التواصل الاجتماعي هي كأي شيء من يعني الأدوات الحديثة اللي وصلت لنا في المجتمعات الحديثة، هي سلاح ذو حدين.
فيها الجانب الإيجابي وفيها الجانب السلبي. الجانب الإيجابي أن إحنا استطعنا أن نغطي التواصل الشخصي من خلال التواصل الاجتماعي، بالذات لمثلا حتى الناس إذا أخذنا بعين الاعتبار المصابين أو الناس الموجودة في بيوتهم في فترة الحجر، يعني بدل العزل الكلي وانقطاعهم عن الحياة أتاح لنا وسائل التواصل الاجتماعي المشاركة، وفي نفس الوقت خلينا نقول قضت الكثير من أوقاتنا اللي ممكن تسببها في وقت الفراغ. لكن الجانب الغير إيجابي في الموضوع أو بنسميه السلبي نوعا ما، راح نشوف أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يجد عليها حارس البوابة، وهذه مشكلة أخرى، أن المعلومة التي تصدر للجمهور أو للناس هي معلومة قد تكون خاطئة أو غير فيها مصداقية أو فيها تهويل أو يعني نوع من فلترة المعلومة. أنا خل أوضحها بس حق المشاهد، لما يقول حارس البوابة، حارس البوابة هي نظرية في الإعلام معروف عنها، ما بنقول دور الرقيب، ولكن فلترة المعلومة، المعلومات اللي توصل حق المتلقي تكون معلومة صحيحة 100%، لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش. صحيح، وهذه اللي احنا نشوفها في وسائل الإعلام التقليدية. صحيح، اللي تكون المعلومة دقيقة، المعلومة موجهة من خلال منصات رسمية، من مصادرها ومصادرها رسمية وتكون موثوقة. صحيح. نعم، والحمد لله بعد البحرينيين خلال الأزمات قاعدين يثبتون يوم ورا يوم أنهم فعلا يروحون حق المعلومة الصحيحة الدقيقة، يأخذونها من مصدرها الرسمي. أيضا بعد ما قصروا صراحة، معظم أو الكل، كل المؤسسات الدولة موجودين على كل مختلف المنصات، ما في عذر. تبي تعرف معلومة تدخل الانستغرام على حساب وزارة الصحة راح تحصل المعلومة، ما تحب الانستغرام تحب تويتر راح تحصل نفس المعلومة، ما تحب ذي ولا ذي، في أصلا قائمة للرد على كل الشائعات، وهذه فعلا جهد كبير قامت في مملكة البحرين عشان تضمن عدم انتشار الشائعات. تأكيدا على كلامك للوانس في المقاطعة، يعني اللي يعجبني حتى في المتابع على وسائل التواصل الاجتماعي لما يقرأ نص خبر معين ولا معلومة معينة في استفساره تحت في الكومنتات يكتب ممكن المصدر بالفعل، فهذه يدل على وعي. صح بالفعل. إذا تشوف البرنامج أيضا اللي يعني دشن في هذه الجائحة، البرنامج الأبليكيشن اللي نزلوا عطانا يعني فرصة كبيرة للتواصل بين المعلومة الموثوقة وبين المواطنين، حتى أشعرهم بنوع من الأطمئنان أنه يأكد له هذه المنطقة هي خالية من الفيروس أو لم يتعرض لها. الشفافية في المعلومات هاي كانت صراحة جزء مهم يعني من خلال التواصل الاجتماعي. يعني دكتورة أنت ذكرتي معلومة جدا مهمة، وأنه هو وسائل التواصل الاجتماعي فعلا استطاع أنه هو يقضي على وقت الفراغ الممل بالنسبة حق المدة الطويلة اللي احنا نكون نقضيها في البيت. لكن بخصوص كبار السن اللي ما يستخدمون هذه البرامج، ألا ترى أنه ما في عدالة اجتماعية في 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 التواصل الاجتماعي عن طريق هذه القنوات؟ هذه الفكرة اللي كانت سائدة في السابق، أن كبار السن أنهم غير يعني عندهم ميول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما أثبت لنا في الفترة الأخيرة يعني، وأتوقع أن الكل يعني يشوف هاي الشيء، أن والدتنا أو كبار السن عندنا، أبهاتنا أمهاتنا كلهم صاروا يعني عندهم قبول لهاي البرمجة الإلكترونية، وصار عندهم حسابات ويتواصلون معها، واللي ما يعرف صار يسأل عن طريق أحفاده. بالفعل. وصاروا أكتب في هذا الموضوع، يعني نشوف اليوم الكثير من أولياء الأمور الكبار في السن يعني يطرشون على الواتساب، يطرشون على السناب، ومتابعين جيدين. لكن كبار السن بشكل عام اللي بنقول في مرحلة ما بعد الشيخوخة، هذه ممكن أن أهم يفضلون اللقاءات الشخصية. واللقاءات الشخصية، وهذه النقطة أنا أشكر فيها للإعلام التقليدي اللي أنتم تقومون فيه، ولاحظت في فترة الجائحة أن بذلوا الكثير من الجهود، وهذه الجهود كانت ترفيهية، ويعني عطت هذه الشريحة من المجتمع ببث أنها هي الأغاني القديمة، المسلسلات القديمة اللي
أحيت عندهم ذكريات موجودة. أكيد تتابعين أولاد أبو جاسم دكتورة. والله عرض حاليا أولاد أبو جاسم وبحرين الأول بعد، يعني عنده عنده الخيارات. لا لا حتى في الإذاعة. حتى في الإذاعة بالضبط، حتى في الإذاعة. يعني التلفزيون وفر كل الخيارات لكل فئات المجتمع. صحيح. الكبير في السن والصغار. وهذه إعادة إحياء صراحة للإعلام التقليدي. صحيح. اللي إحنا من فترة يعني اتهمناه إنه هو في حالة يعني خلينا نقول إن وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد بدأت إنه هي تغطي عليه. لا، أثبت وجوده وأثبت إنه هو المنقذ في حل الأزمات، وهو اللي يعني فارس الرهان. صحيح. إذن دكتورة، إذا رجعنا حق بعد كبار السن، أو أنتم ما شاء الله عليكم عندكم أسماء وتصنيف لهم جميلة، سن الشيخوخة وما دون ذلك، في كثير مواقف إحنا نتعرض لها، أن مثلا مرة كبيرة أو ريال كبير إذا ما تسلمين عليه أو ما تحبينه فوق راسه في هذا الوقت يزعل، يقول لك يعني أنا مو مريض، خايف مني. إيه، خايف مني ويزعل. مع ان احنا نحاول ان احنا نفهم الكل، ترى هذه فتره استثنائيه واكيد بنرجع نسلم. ترى يمكن احنا اللي مصابين، مو بانت، احنا خايفين عليك وعلى. شلون نفسيا اقدر اوصل هذه المعلومه بطريقه ايجابيه، حتى لو انا استقبلت ضيوف او شفت احد عزيز علي، جدتي، امي، وابي يعني ابي ابين لها ان ترى حمايه لك انا ما اقدر اسلم عليك. والله هم اللي انا اشوفهم يعني حتى من المواقف الطريفه يعني اللي احنا نشوفها، انه في العيد احد الاجداد حط يعني شيء كذي مثل عصا وقام يعطي العيادي عياله، وهذه كان موقف طريف. بس هاي يدل لنا من ناحيه اخرى ان هم فعلا على وعي، يعني حتى كبار السن الموجودين ما عادوا يطالبون، لان في عندهم صار نوع من انواع القلق والخوف بالاصابه بالمرض. بالضبط. فصاروا لو أحد مثلاً عطس أو أحد كاح أو حتى أحد جاي من برا، هو نفسه صار يخفض. نعم. فأنا اللي قاعد أشوفه أن هم ما زال عندهم وعي، وهذه بعد يرجع إلى يعني وسائل الإعلام الموجودة اللي انشرت، أن اليوم التلامس، التقارب منه قد يصيب الآخرين، والمهددين بالدرجة الأولى هم كبار السن. هذه محور جدا مهم دكتورة بنرجع لك فيه، بالنسبة لعملية الوسواس والخوف وكثرة تداول الأخبار المزعجة أحيانا. لكن خلنا نروح حق هذا الفاصل يتكلم حول الدول الكثيرة اللي حول العالم اللي بدأت بتخفيف القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا، وبدأت بإعلان عودة الروح لمختلف مناحي الحياة، لكن العودة مقترنة بتدابير اجتماعية وصحية مهمة. وقدم لنا بعض الخبراء نصائح ممكن أن ناخذ فيها العودة لعودة أسهل وتأقلم سريع. خلينا نتابع التقرير اللي راح يتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد، ونرجع لاستكمال حديثنا مع ضيفتنا في الاستوديو. متواصلين معكم مشاهدينا ومع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة أحلام القاسمي. دكتورة، تكلمت قبل ما نطلع الفاصل عن الوسواس القهري وشلون نتعامل ايضا مع افراد المجتمع اللي دائما متابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، متابعين لاخر تطورات جائحة كورونا واللي سببها من اثار خوف اللي كان ولا زال يعاني من البعض. الوسواس هو شيء يعني أنا من الناس يمكن آخر الأشخاص المفروض يتكلم عن هاي الموضوع، لأن أنا أعاني من مشكلة اسمها الوسواس القهري. بعد تعاني منها دكتور. أنا عندي OCD فعندي هوس بالتنظيم بالنظافة من قبل الجائحة الموجودة. فالجائحة بالنسبة لي هي راحة نفسية، يعني كنت حققت لك كل اللي تطلبينه من الغير، كل المتطلبات اللي أنا أبيها. لكن بعد الأخبار تسبب لك خوف؟
لا. اللي تسمعينها؟ الأخبار إذا أنت أخذتها من المصادر الرسمية، المصادر الرسمية دائما تكون حريصة بأن الخبر يوضع بشكل شفافية وأيضا يوضع بطريقة أن ما تعطي هذه الحالة من الذعر. بالضبط. فيعني أخذنا للمعلومة من مصدر رسمي هو مهم. حالة الخوف هي حالة طبيعية ممكن يمر فيها أي شخص من أي ظرف موجود، لكن اليوم لما نفهم، يمكن في بداياتها أنا قلت بداية حديثنا أن أنا مريت في مرحلتين، وأتوقع أن أغلب الناس مروا بهذه المرحلة. بداية الجائحة كان فعلا في تخوف كبير من ما هذا الفيروس، ما هي الآثار المترتبة عليه، لكن بدأ شرح مفصل ودقيق بما هو هذا الفيروس، بما هي الأعراض التي سوف تؤدي إليه. وأيضا ما أثبت هذا الشيء وريحنا هي الأرقام. الأرقام لا تكذب. صحيح. اليوم لما أني نشوف أن عدد الإصابات الموجود، صحيح عدد الإصابات قد يكون كبير، لكن عدد المتشافين صحيح هو كبير أيضا. نعم. إذن بنشوفه هو احتمالية إصابتنا بالمرض قد تكون واردة، لكن شفائنا من المرض أيضا درجتها عالية. عالية جدا. وهذا ما يطمئن. اليوم قد نصاب بأمراض كثيرة، منها إنفلونزا، منها حوادث، منها قد تكون كوارث موجودة قد تسبب خسائر أكثر من هذه ومفاجأة أكثر. صحيح. لكن اليوم نشوف أن هذه الجائحة بدأت تتضح هذه الصورة فيها، والهالة من الخوف منها بدأت تتلاشى شيئا فشيئا. جميل جدا. يعني دكتورة أكيد على الأسرة دور كبير، سواء في طمأنات أو شيء في توعية أبنائها بالإجراءات الاحترازية، تأكد من أنهم قاعدين يطبقونها. وأيضا على سبيل ثاني، إذا إحنا راح نرجع لحياتنا الطبيعية، راح يكون بعد للأسرة دور في تثقيف وتعليم أبنائهم العودة إلى الحياة الطبيعية. لو تكلميني عن دور الأسرة وشلون ممكن الأسرة تنتقل بسلاسة مع الأطفال، مع المراهقين في هذا الجانب. إذا قسمنا الأسرة بنشوف فينا عندنا نوعين من الأسرة. أسر فيها بالغين، وهذه سهل عملية الإرشاد فيها والتوعية، لأن احنا بنقول الإجراءات الاحترازية واضحة، فمجرد أن احنا بنوفرها لهم وبنحطها في المعايير المناسبة وبنلتزم فيها، هذا الجزء ما في أي مشكلة. لكن الأسر اللي ينتمي فيها صغار في السن أو أطفال، هني يجب التعامل معهم أو بيقع على عاتقهم مهمة أكبر من المهام الاعتيادية للأسر البالغة. لأن اليوم إحنا ما نقدر نقيد طفل بحركته أو نملي عليه إجراءات احترازية ويكون ملتزم فيها. صحيح. لكن الأفضل في هذه الوضع أو في الأسر اللي موجود عندها أطفال هو الحفاظ عليهم أو إبقائهم في بيوتهم وتوفير لهم الأجواء المناسبة اللي الترفيهية إذا كانوا في سن صغير، ما ممكن السيطرة عليهم، فتوفير لهم البرامج التعليمية، الأجواء المناسبة في البيت، الظروف الترفيهية اللي تكون مناسبة تتوافق مع هذه الجائحة. في نظري أن هي اللي بيكون على عاتق الأسرة أكثر صعوبة في إيجاد هذه الأجواء. وإحنا نشوف أن فترة انقطاع الأطفال عن المدارس بدأ عندهم هاي الإنرجي الزايد، الطاقة الزايدة اللي بحاجة لتعويض عن طريق مواقع مفتوحة أو أماكن مفتوحة يمارسون فيها الرياضة. صحيح. ومع أن بعد مواقع التواصل الاجتماعي وفرت مثل هذه الأنواع من الرياضة اللي ممكن تمارسها في البيت، داخل البيت، ولا حتى في الأماكن البسيطة المفتوحة عندك في الحي السكني. صح. اليوم إحنا في علم الاجتماع متخصصين دولوا، يعني نعم. انغمسنا في علم الاجتماع بالفعل. يعني من خلال ضيفتنا نبي نسألها كل الأسئلة، ومن خلال أيضا التسجيل الصوتي راح نسمعه بعد شوي ومتواصلين معاك بالتأكيد دكتورة. لكن خلينا نتوقف الحين مع الدكتور باقر النجار، الأستاذ في علم الاجتماع، اللي تواصل مع فريق الإعداد وأكد في مداخلته أهمية العودة التدريجية للحياة الطبيعية للكل يتمناها، الأمر اللي قاعدة تتبع مملكة البحرين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا. خلينا نتابع معاكم المقطع الصوتي الخاص ببرنامج مجتمع واعي، وبالتأكيد راجعين للدكتور أحلام القاسم. أعتقد أن هناك حاجة لعودة الحياة
طبيعية، هذه العودة لابد أن تكون تدريجية، وهذه العودة لابد أن تكون ضمن ضوابط، أي استمرارية الضوابط التي تم تطبيقها منذ بداية الجائحة حتى الآن. ليس بالإمكان الاستمرار في مسألة الحجر الصحي، فالحجر ذو تكلفة اجتماعية ونفسية على الأفراد لا يمكن تجاهلها، كما أن لها تكلفة اقتصادية كبيرة على الدولة والنشاط الاقتصادي. الدولة أخذت مسألة الجائحة بجدية، وهذه الجدية تمثلت في مجموعة الضوابط، وتمثلت كذلك في مجموعة الإجراءات المتعلقة بالحماية الصحية للأفراد والمجتمع. ونحن كما المجتمعات الأخرى بحاجة إلى إعادة تدريجية للحياة، إلا أن هذه العودة لابد أن تكون ضمن ضوابط. لاحظنا في بعض المجتمعات التي تم إعادة الحياة فيها دون ضوابط ارتفاع أو عودة في ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير، الأمر الذي اضطر هذه المجتمعات إلى من جديد فرض قدر أكبر من الحجر الصحي على الأفراد. نحن بحاجة إلى عودة الحياة الطبيعية، إلا أن كما أشرت هذه العودة لابد أن تكون ضمن ضوابط، ومعروفة هي الضوابط: الاستمرارية، حالة التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والأسواق، الارتداء الكمامات، فالكمامات هي ذات أهمية كبيرة في حماية الفرد وحماية الآخرين، التخفيف من الزيارات العائلية أو إلغاء الزيارات العائلية والاحتفالات والعزائم، خصوصا نحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك. ولاحظنا في عيد رمضان السابق أن الناس الذين لم يلتزموا بمسألة التباعد والحجر الصحي انتشر في أوساطهم الجائحة نتيجة لعملية المخالطة. أدعو من كل قلبي أفراد المجتمع أن يلتزموا بهذه الضوابط: التباعد الاجتماعي، وقف الزيارات، ارتداء الكمامات، وتقليص حجم الخروج من المنزل إلا للضرورة. شكرا بالتأكيد للدكتور باقر النجار، الأستاذ في علم النفس. يعني خلينا نرجع حق دكتور أحلام القاسمي. أحلام، في العديد من يعني الأشخاص اللي اضطرينا الابتعاد عنهم، الجائحة خلتنا نبتعد عنهم حماية لهم وحماية لنا، برأيك هل راح يستمر البعض في هذا التباعد حتى لو رجع الوضع لطبيعته؟ مثل ما قالت الوقت قبل شوي، بيستمر لبس الكمام، بيستمر أمور كثيرة. في البداية قبل أن ندخل في موضوعنا، أنا أحب أوجه تحية لأستاذي البروفيسور باقر النجار، اللي يعني تتلمذنا احنا على يده، وهو كان يعني مؤسس برنامج علم الاجتماع ومن الاجتماعيين يعني المخضرمين والاوائل في الخليج. لما قلت لي ان احنا ممكن ان نستمر في التباعد الاجتماعي، اليوم خلينا نشوف علاقاتنا الاجتماعية في العهد الحديث أو في العصر الحديث. راح نشوف أن علاقاتنا مختلفة جدا. في عندنا علاقات في السابق كانت علاقات أولية وعلاقات ثانوية، اللي هي العلاقات بين الأهل، والعلاقات الثانوية اللي هي العمل والأصدقاء.
اليوم نتيجة الحياة الموجودة عندنا ظهرت لنا، إذا صح التعبير يعني بهذا المصطلح، عندنا على نوع من العلاقات الجديدة اللي نسميها علاقات الحاجة. علاقات الحاجة. أي، وهي أن اليوم أوجدنا الكثير من الأصدقاء هم مو أصدقاء حقيقيين، هم أصدقاء حاجة. مثلاً أنا حابة أني أطلع على كافيه، فأنا عندي هالأصدقاء اللي ممكن أراود معهم. الجائحة بدأت تعيد برمجة حياتنا وعلاقاتنا وتضع الأمور في نصابها الصحيح. هذا النوع من العلاقات راح نشوفه أنه ما استمر وبدأ يتلاشى في وجود الجائحة، بكل بساطة للحاجة اللي إحنا كنا. صحيح، تلاشت هذه الحاجة. تلاشت هذه الحاجة، لكن هو ما بقى هي العلاقات المتينة القوية. صحيح. اللي تبنى على أساس صحيح، الحقيقية يعني، الحقيقية اللي هي لها معنى حقيقي. فلترت يعني هالفترة، فلترت العلاقات، قمنا بعملية غربلة كاملة. يعني وهاي يمكن الكثير لاحظها، أن إحنا بدأت ناس تتلاشى من حولنا، بدأت علاقات و خلينا نقول طقوس وسلوكيات كنا نمارسها على حساب عائلتنا، على حساب عملنا، على حساب أولوياتنا، كنوع من أنواع الترفيه، بدأت تضع في النصاب الصحيح. هل وضعت الدكتورة في نصابها الصحيح، أو أن إحنا أول ما تخلص هذه الجائحة ونرجع حق حياتنا الطبيعية راح نسترجع هذين الأشخاص وراح نمارس نفس العادات القبلية وراح فعلاً نتيمع وراح ندور أصحاب الحاجة اللي سميتيهم أصحاب الحاجة وراح نطلع معاهم كوفي شوبس ومطاعم وراح نرجع حق حياتنا القبلية؟ قد يكون، لكن الجائحة أعطتنا هذه الفرصة، إذا ما استغليناها فالعيب إذن منا فينا إحنا. يعني دائما إحنا نقول قبل حق أولياء الأمور، قعدوا مع عيالكم لأن في فترة عمرية معينة بتفقدونها، لأن اللي يكبروا واليهال بتندم أنك ما قعدت مع عيالك في ذي الفترة المهمة والجميلة جدا. نتمنى على كلامك الدكتورة أن هذه الفترة تكون فرصة لإعادة الحياة لمسارها الصحيح. فترة الأسرة لها دور ولها وقت مهم وهي الأولوية، بعد ذلك تأتي الأمور الثانية. دكتورة شلون نعمق ذي المبدأ؟ إحنا اليوم لما أني نشوف أن الأسرة أيضا تواجدنا فيها هناك بعد له شقين لكأي شيء في الدنيا. صحيح. إحنا يعني مبنيين على الأساسية الثانوية في حياتنا، يعني في كل شيء. صحيح. مثل ما في الليل والنهار والشر والخير، أيضا هناك لكل سلوك موجود هو إيجابي وسلبي. صحيح. وجودنا أيضا في البيت صحيح أعطانا الفرصة لبناء العلاقات، ولكن في المقابل قد يكون أيضا عرى بعض العيوب الموجودة فينا. خلوهم يتعرفون على بعض اللي قاعدين في البيت. خلوهم يتعرفون على بعض وبدأوا أن تكشف الستار عن حقائق كانت موجودة. قد يكون يعني مسيرة الحياة أو يعني سرعة التعامل مع الحياة خلتنا لم نكتشفها أو نغض النظر عنها. ففي هذه الحالة إحنا راح نشوف أن يجب معالجتها من ناحية اجتماعية. العصبية مالها يعني دور في هذا الوقت المطلوب، التروي، التأني. صح والله فواز، وفهم. أنا حتى قاعدة في البيت أتفق مع الدكتورة، حتى بين الزوجين مع العيال لازم تكون محسوبة ولازم يكون في تنظيم وفي جدول. هذا يعني أتوقع إذا ارتفاع حالات الطلاق في بعض الدول بسبب أن الزوج وزوجة قعدوا أوقات طويلة، أعتقد لها سبب نفسي، أن فعلا أو الزوجة تصير وايد دقيقة، تعال صلح هنيك هذا الاختراب الذي، لأن هي قاعدة في المكان اللي هي ما كانت تقعد فيه وايد. صحيح. وبني بنشوف أنه بعد تعطي ناحية إيجابية اللي هي حالة الامتنان. اليوم لما الزوج يصلح هذه الشغلة اللي قبل كان يتجاهلها لمشاغله أو لأي شيء، ففي حالة امتنان، فهي كأنها إعادة برمجة حتى علاقاتنا الأسرية. صحيح. يعني وهذه أتمنى أن من الكل أن يستغل هذه الفرصة، أن يعني يوظفها في مسارها الصحيح. في هذا المجال بالتحديد دكتورة، ثقافة التنازل أيضا مطلوبة داخل البيت مثل ما هي مطلوبة أيضا في المواقع الثانية. لو بقول لك وجهي كلمة اليوم حق العوائل والأسر اللي موجودة، في تنازل، في عصبية، في تنازل، في هدوء، في يعني أحيانا غض البصر عن بعض الأمور لأن أنت متعايش داخل المنزل الواحد. أنا بسميها بك واختصرها في كلمة واحدة، المرونة. المرونة. المرونة تعطينا، أو لغة الحوار تعطينا المساحة بيننا وبين الآخرين لبناء جسور. صحيح. اليوم إحنا نشوف أن إحنا هذه المرونة
والحوار قد يتلاشى في حياتنا اليومية. صح. راح نشوف أن كثير تحولت إلى مجرد أوامر أو صد هذه الأوامر بطريقة الغضب أو يعني الرافض العدوانية خلينا نقول، لكن الحوار في الحقيقة سوف يعطينا مساحات، هذه المساحات قد تصل لنا إلى حالات سلمية وفهم لوجهات نظر الآخرين. صحيح. اليوم إحنا قد نختلف، لكن مو نختلف لأن أنا بعاند، قد أختلف لأن أنا مو فاهمة أنت شنو تبي مني. بالضبط. ولا هو فاهم هي شنو تبي منها. إحنا نفتقد للغة الحوارية في حياتنا الاجتماعية. ودكتورة يمكن نأكد على مبدأ أن إذا أنت أخذت ممارسة إيجابية من وراء جائحة الكورونا فثبت عليها بعد الكورونا، وأكيد دكتورة راح نرجع لك، لأن عندنا تقرير بعد تخفيف القيود علينا بعد لازم ما ننسى أمور مهمة جدا، الإجراءات الوقائية والاحترازية أكيد مهمة في كل الظروف، عشان كذي فريق الإعداد جمع لنا عدد من النصائح عشان نذكر فيها ونأكد عليها أن إذا رجعنا لازم نرجع، ولكن نرجع بحذر. خلنا نطلع معكم هذا التقرير. حياكم الله من جديد مشاهدين. طبعا نرجع حق الدكتورة أحلام القاسمي. الدكتورة يعني التغيرات الاجتماعية دائما ترافقها تغيرات في طبيعة العلاقات، من هذه العلاقات الجانب اللي يربط المواطنين والمجتمع بالدولة، أنت برايج دكتورة أي حد تتوقعين أن المجتمع البحريني اليوم يشعر برضا والثقة بالإجراءات الوقائية المتبعة من الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، على سلامتنا كلنا؟ الثقة صراحة أنا أشوفها هي عالية جداً بين المواطنين وبين القيادات. صح. وإحنا نشوفها تنعكس على مدى الالتزام بالقوانين الموجودة، ونشوفها منعكسة أيضاً على يعني إذا بنقارن إحنا البحرين، ومو أنا اللي بقول، أشادت فينا منظمة الصحة العالمية. نعم. بتعامل البحرين والإجراءات اللي خذتها بالتعامل مع هذه الجائحة، يعني إحنا كنا من الدول الأولى والنماذج الناجحة في التعامل مع هذه الجائحة، فإذا بني بنشوف نراها في كل المنصات ونراها على في عيون المواطنين، امتنانهم للقيادة بكل الإجراءات، سواء الإجراءات الصحية، إجراءات التخفيف على المواطنين من ناحية الكهرباء، من ناحية الرسوم، الحزمة الاقتصادية، وأيضا إذا بني بنشوف هذا الموقف أو هذه الجائحة للأمانة هي عرت الكثير من الدول والستيريوتايب، النظرة المثالية اللي احنا كنا ماخذينها عن الدول الغربية والدول المتقدمة، أن كانت تمجد في المواطن، لكن ما كشفته هذه الجائحة هي عرت هذه الدول. بالضبط. المواطن لم يأتي في الدرجة الأولى. نعم. بما رأيناه ولمسناه في دول مجلس التعاون وفي البحرين، مملكة البحرين، عطى الأولوية للمواطن بمعزل عن خسارة اقتصادية، عن تعطيل، عن أي ضرر ممكن أن يلحق بالبلد، وأعطى المواطن الأولوية وصحته هذه الأولوية. وامتدت الإنسانية دكتورة حتى تشمل المقيم على هذه الأرض. صحيح. اللي عامل بطريقة سواسية هو والمواطن. هو والمواطن. ففعلا يعني المواطن والمقيم كان أو الصحة كانت هي الأساس في هذه المرحلة، والدولة باعت كل شيء واشترت المواطن. صحيح. وتكفلت في علاجهم. نعم. يعني بعد دكتورة إذا رجعنا إن شاء الله أكيد هذه الأمور إحنا قلنا هي فترة وراح تعدي وأكيد ما راح تستمر، أكيد راح نرجع، لو تعطينا نصائح نفسية للرجوع أو اجتماعية للرجوع بطريقة اجتماعية لائقة صحيحة ما تأثر على مستوانا النفسي وأيضا لا تضر بالإجراءات اللي فعلا احنا تعودنا عليها طيلة هذه الأشهر. احنا اليوم نقدر أن نقوم بجميع الطقوس الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية اللي كنا نمارسها سابقا، لكن في معايير خلينا نقول محددة
وإجراءات احترازية. اليوم إحنا ما نقدر نمنع مجرى الحياة، اليوم في زواجات، في تخرجات، ناس تتخرج ونحتفل فيها، اليوم في علاقات اجتماعية يجب أن تكون قريبة من بعضها البعض، مساندة عاطفية بينه وبين الآخرين، علاقات عملية موجودة في على الصعيد العملي والمهني، هي كلها مستمرة. ولا أي أحد يقول أن إحنا يجب أن نوقفها فهو إنسان خاطئ. صحيح. ونظرة خاطئة، لأن الإنسان كائن اجتماعي لا يقدر أن ينسلخ عن هذه الطبيعة البيولوجية اللي خلق عليها. فعلا. أن هو يتواجد مع الآخرين، فإحنا راح نرجع نمارس حياتنا الطبيعية والسابقة بشكل تدريجي بالشكل الطبيعي، لكن مع تخفيف هذه المعايير أو وضع المعايير. مثلاً اليوم لو نقول على سبيل المثال الزواجات، ممكن أن تستمر الزواجات لكن بأخذ الاحتياطات الاحترازية. صح. بالمقربين فقط، بوضع المسافة الموجودة، بوضع الكمامات. واليوم احنا نشوف الكثير، من فترة صار في احتفالات تخرج للطلبة وألف مبروك إن شاء الله لهم كلهم، نشوف أن هي قاموا فيها بوضع الكمامات. في أفكار جديدة جميلة جدا ممكن تطبقها عشان تستمر الحياة. نعم. كل مناحي الحياة تستمر. ممكن نروح مطعم بيني وبين الكرسي اللي يمي لعبة مثلا، وهذه ابتكرها بعض اللي. فأنا أتوقع أن كل قطاع سوف يخلق آليات وترجع الحياة طبيعية، بس احنا اللي يجب ان نلتزم بهذه المعايير. والله في مكتسبات من وراء الكورونا، انا عن نفسي اتمنى ان هي تواصل. مكتسبات كبيره حققناها في هذه الفتره. احنا ما نقدر نوصم الكورونا فقط ونشوفه نعتبره بس فيروس اذانا نفسيا وحد من سوى لنا تباعد اجتماعي، هو ساعدنا، هو اتمم العمليات ونقلنا الى تقنيه متفوقه كنا نحتاج فيها سنوات طويله عشان ننتقل فيها، سوى كثير كثير امور حتى على المستوى الاجتماعي مثل ما تفضلت الدكتوره، خلانا نغربل العلاقات، نفهم واقعنا اكثر، نكون متصالحين مع نفسنا اكثر، اكثر قرب من ذواتنا. بالضبط. باختصار يعني الكورونا نقطه تحول ايجابيه في حياه البشريه جمعاء، انا ما بقول في حياه الخليجيين ولا البحرينيين فقط، في حياه العالم كامل. اليوم نقطه جائحه كورونا كان هذه النقطه الجميلة جدا اللي ما كان ودنا تيجي، عشان لأن هي جائحة وفيها بعد أمراض وفيها وفيات الله يرحمهم ويقبل روحهم الجنة، ولكن في المقابل هي نقطة تحول نتمنى الكل يستفيد منها، يأخذ الإيجابية منها ويترك السلبيات. الدكتورة أحلام القاسمي أستاذة علم الاجتماع بجامعة البحرين، كل الشكر والتقدير لتواجدك معنا اليوم وفي هذا الحديث الشيق. شكر موصول لكم، وأنا سعيدة جدا بوجودي معكم. وإحنا أسعد دكتورة. مشاهدين الكرام خلكم معنا فاصل، وبالتأكيد راجعين وفقرات أخرى متنوعة في برنامج مجتمع واعي، خلكم معنا. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري، أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. حياكم الله من جديد. لولو، ايش رايك في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وغيرها من الانشطه؟ والله يعني تعرف انا اللي يذهلني فعلا ان احنا ما فقدنا شيء، كل شيء موجود. على صعيد المحاضرات
أنا صايرة تقريبا يعني بشكل شبه يومي أحضر محاضرة أو تدريب عن بعد، وأحس أن الموضوع صار سهل. يعني قبل كنت لازم أخذ طيارة وأسافر عشان أحضر ملتقى أو منتدى، أبدا وأنا قاعدة مكاني كمبيوتري أسمع أتعلم. في أي دولة من دول العالم في أي دولة محاضرة تحضرينها وأنت قاعدة؟ بالضبط، لو طرشوني إلا بعد شهادة مشاركة. وحتى عيالنا الأولوى يعني بنات وأبناء البحرين يبهرون حتى بتنوع توجهاتهم واختصاصاتهم وطموحهم في رفع اسم وعلم البحرين في كل مكان وفي كل مجال. بالفعل، وفي المجال تحديدا اللي سألتني فيه اللي هو تنظيم الفعاليات، طبعا هذا المجال كبير ويضم العديد من الخبرات، ونفخر اليوم بشركة ميد بوينت اللي هي احد الشركات الوطنية المتميزة في السوق البحريني، وايضا قدمت خدمات متخصصة في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات بمختلف انواعها. بالفعل، وشركة ميد بوينت نظمت خلال هذه الفترة معرض البحرين العالمي للمرأة وعروض الأزياء عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة 500 شخصية نسائية من مختلف دول العالم كمتحدثات. يا لولو، هذا النقطة اللي قلتيها بعد قبل شوي، عشان تأكد هذه الشركة على أنها تأسست بسواعد بحرينية ساهمت في انطلاقها إلى الأفق للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب ورواد الأعمال وتقديم الخدمات والتواصل مع العملاء والاستفادة من تجارب الآخرين. طبعاً نضم المعرض منتدى مرافق له تحدث خلاله متخصصين أكاديميين واستعرضوا قصص النجاح اللي شاركوها مع الجمهور. بالفعل، الشراكة والتعاون من أساسيات عمل الشركات التنظيمية. طبعاً يأتي هذا النجاح عبر تعزيز برامج ومبادرات تطوير العلاقات القائمة لخدمة قطاع الأعمال في المملكة بكل احترافية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر السكايب الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيسة مجلس إدارة شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات. مساك الله بالخير شيخة. يعني لو تكلمينا أو عن تجربتكم في تنظيم الفعالية عن طريق الأونلاين، شلون كانت؟ مساء الله بالنور، أهلاً ومشكورين على استضافتكم. طبعاً من بداية الكوفيد 19 واجهنا احنا تحديات كثيرة بحكم ان احنا قطاع تنظيم الفعاليات، وتنظيم الفعاليات من القطاعات اللي توقفت، فحبينا ان يكون في تخطيط لنواجه هذه التحدي الجديد اللي قاعد يواجهنا. فبدينا ننظم فعاليات بشكل اسبوعي، وقدرنا احنا نخطط ويكون لنا منصة عبر الاونلاين لفعاليات جديدة. فبما ان خبرتنا احنا في مجال الازياء، حبينا نطلق المؤتمر الافتراضي الاول للازياء، مدته راح يكون 8 ايام ومشاركة 24 دولة. بالنسبة لنا هذا التحدي جدا جميل بحكم ان قنوات التواصل الاجتماعي ووجودنا عبر الفضاء الالكتروني يخلي لنا احنا كشركات تنظيم وايضا للمحلات التجارية انهم يتجهون للعالمية ويحصلون على داتا ويحصلون على زباين مو بس من مملكة البحرين حتى عالميا. شيخة نورة، يعني ما هي أبرز الصعوبات اللي واجهتكم يعني أنتم كونكم كجهة تنظيمية؟ طبعا الصعوبات كانت كثيرة، منها أن كنا لازم ننتقل العمل عن بعد. الموظفين كانوا في مرحلة تخوف لما تأقلمنا على الوضع الحالي، ولكن الحمد لله بفضل حتى حكومتنا الرشيدة تم دعم رواد الأعمال في دعم الرواتب البحرينيين، وأيضا دعم الكهرباء وغيرها من الدعم اللي احنا حضينا له، خلانا فرصة ان احنا نقدر نعمل وندور بدائل وخطط لاستمرارية أعمالنا. والحمد لله أعتقد إن شركتنا قدرت تكون مثال ناجح حق الشركات البحرينية ورواد الأعمال البحرينيين، إن هم يقدرون يواجهون أي منافسات سواء كان على مستوى الكوفيد 19 أو حتى على مستويات ثانية إذا كانوا ممكن يمروا فيها. نعم، يعني شيخة، يعني هل اختلف عليكم العمل بشكل كبير، ولا كان العمل الإلكتروني مثلا أسهل من ناحية إدارة الموظفين والأمور التنظيمية؟ العدد نفسه ما تغير، الحمد لله قدرنا أن ندرب موظفينا أنهم يتعاملون مع البرامج سواء كانت المنصات المايكروسوفت ولا زوم وغيره،
قدرنا حتى نطلع حلول بالنسبة حق عروض الأزياء، حولنا كل المنتجات اللي عندنا من منتجات أو الفعاليات تكون أوفلاين إلى أونلاين، وبالعكس أنا متأكدة إن بعد الكوفيد كل الفعاليات اللي راح نقيمها أونلاين إن شاء الله راح تكون مستمرة. في كثير من العوائق كانت بالنسبة حق إن الموظفين يتواصلون مع بعض في نفس الوقت، ولكن قدرنا نحلها بعد أشهر من بداية الكوفيد. الحمد لله حين صار سرعة قدرنا إن نحقق نجاح أكبر وكلنا نفس الوقت، حتى طلعنا كثير من الحلول إن شلون نقدر نتواصل مع بعض أونلاين، وصار الوضع أسهل وقدرنا ننجز حتى أعمال بشكل أكبر. أنا أتوقع ممكن إن نستخدم هذه القنوات التواصل حتى بعد الأزمة، راح يكون هذا شيء إيجابي يخدمنا ويخدم حتى عملائنا من خارج مملكة البحرين. في السابق كنا لازم نسافر حق عملائنا اللي برا، خاصة الحين في المؤتمر هذا اللي مشاركين معانا شركائنا من إيطاليا، من نيويورك، من دول الخليج. في السابق لما كنا ننظم معرض أونلاين كنت أضطر أن أسافر لهم على أساس أن نشرح لهم العروض. الحين متقبلين فكرة أن هم يجتمعون أونلاين، فسهل لنا بشكل كبير فكرة العمل عن بعد. يعني لو حبينا نخاطب بقية الشركات اللي تباطى عملهم، ما هي نصيحتكم لكل شركات الفعاليات اللي تباطى عملها خلال هذه الجائحة؟ طبعا اي تحدي الواحد ممكن يمر فيه، اول شيء لازم يسويه يكون يبدا التخطيط من اول ما يشوف الاخبار. يعني حتى قبل ما وصل الفيروس لمملكة البحرين، من اول ما شفت ان الفيروس قاعد ينتشر من بحكم ان على طول اتابع الاخبار، عرفت ان في تحدي راح يكون موجود وراح يدخل علينا قريب. فبالتالي إنه لازم الواحد يخطط من ذاك الوقت، يشوف هل هو فعلاً مستعد إنه يخوض في نفس المجال، مثلاً لو كان القطاع اللي هو فيه راح يتضرر أو لا. إذا كان راح يتضرر وهو مثلاً كان مثلاً أنا 13 سنة في المجال وخبرتي في مجال التنظيم، أكيد ما بقدر أغير مجالي، فبالتالي لازم أخطط وأشوف البدائل والمنتجات اللي أنا أقدر أضيفها أساس إنه أقدر أستمر ويكون في استمرارية العمل. أما إن الواحد ينتظر إنه أوكي لين ما الفيروس يروح، هذا راح تسبب له أرق واستنزاف في موارده ورأس ماله اللي في الشركة، بالتالي إنه ما راح يقدر يكون ناجح. فأنا أنصح إن أي أحد يمر في أي صعوبات وتحديات لازم يبدأ التخطيط وينمي مهارات المعرفة ويشوف السوق، يشوف المنافسين اللي معاه شنو قاعدين يسوون وياخذ خطاهم أساس ما يكون متأخر أو يعرض نفسه أو شركته إلى الخسارة. يعني نصائح في غاية الأهمية شيخة نورة بنت خليفة الخليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات، شكرا جزيلا لك. شكرا شيخ. شكرا، وأتمنى الكل يحضر فعالياتنا، موجودة إلى تاريخ 19 عبر زوم عبر اليوتيوب إن شاء الله. أكيد بنحضر يا شيخة.
حياكم الله مشاهدينا، تلعب صحافتنا المحلية دور كبير وبارز في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيفه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، وجهود الصحفيين وكتاب الرأي والأعمدة واضحة بالتأكيد في تسليط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع اللي تهم المواطنين والمقيمين من خلال ما تنشر عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكيد اليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات في صحيفة الوطن للكاتب الصحفي الزميل حسين التتان بعنوان كل شيء اليوم على ما يرام. خلنا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال ونرجع. يبدو أن كافة المؤشرات الخاصة بجائحة فيروس كورونا في البحرين تشير إلى تراجع الفيروس بشكل ملحوظ حسب المسؤولين في الدولة، كما أن الناس هنا وبشكل عام أكثر التزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، والتزامهم الكبير كذلك بالتعليمات الصحية والرسمية، ولهذا فإن النسب السلبية من مجملها في انخفاض ملحوظ ومستمر. وعليه وحسب المعطيات فإن قادم الأيام قد تشهد الكثير من الانفراجات فيما يخص الإفراج عن بعض القيود التي فرضتها الجائحة، وذلك بحسب ما ترتئيه اللجنة التنسيقية وفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبحسب التزامنا بتطبيق بقية الإجراءات الاحترازية المعمولة بها. إن الإفراج عن الاقتصاد والنشاطات التجارية المعلقة وفتح المدارس وتسيير حركة الطيران وعودة الحركة على جسر الملك فهد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبقية الدول الأخرى هي من أهم تطلعات الحكومة في مساعيها وخططها المستقبلية، وهي أدرى من غيرها لو تحققت الاشتراطات بأهمية فتح هذه الأنشطة حسب ما تقتضيه الظروف وبحسب ما ننجح كشعب في تنفيذ الخطط المتعلقة بالقضاء على الجائحة. كل هذا يعتمد على مدى التزامنا بالتعليمات وعلى مدى تطور الأوضاع الصحية في البحرين أولا وبقية دول العالم ثانيا. حالات التعافي في البحرين ربي لك الحمد قاعدة تزيد يوم بعد يوم، والحمد لله قاعدين نشوف إيش كثر في ناس تعافت من هذا الفيروس ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي وبعد تغلبوا على كل الأعراض اللي صادتهم يا فواز. يعني ربي لك الحمد، بالتأكيد هالشيء أبدا ما يعني إن إحنا نستهين بالفيروس ونقول إن نسبة التعافي ترى كبيرة، بالعكس لازم نواصل في الالتزام ونكون حذرين. فريق إعداد البرنامج ما زال يتواصل مع المتعافين وينقلون لنا قصصهم وشلون كانت هذه الفترة اللي قضوها وتغلبوا فيها على الفيروس. اليوم معانا عبر سكايب أحمد محمد علي، أحد المتعافين من الفيروس. مسيك بالخير أحمد والحمد لله على سلامتك. يعني لو في البداية تقول لنا شلون عرفت أنك مصاب وشنو كانت ردة فعلك حزتها؟ أول شيء نمسي عليكم بالخير. شلون عرفت ان انا مصاب؟ جاتني سخونة، وطبعا بداية المرض كان من السخونة، طبعا ما شكيت ولا واحد بالمئة ان انا انصبت من الكورونا. طبعا انا ذاك الوقت كنت ماخذ كل احتياطي في المرض في الدوام، وكنت طبعا انا انصبت من الدوام. رحت المستشفى سخونة على أساس إنه سخونة عادية، بس المستشفى على طول حولوني على مركز المعارض عشان تشيك فيروس كورونا. فحولوني على طول على مركز المعارض بدون ما يأخذون أي إجراء، لازم أول شيء يفحصون إن هالشخص مصاب احترازيا يعني. رحت المعارض وشيكوني، أخذوا مني عينة، خبروني طبعا أن مجرد نأخذ منك عينة لازم على طول تحجر روحك في البيت لما تطلع النتيجة، على أساس أن ما نعرف أن أنت مصاب أو غير مصاب. وطبعا أخذوا مني عينة ورديت البيت، طبعا أنا متزوج، على طول خبر زوجتي ان المفروض ان ما تقعدين وياي كذي، لازم تروحين تنعزلين عني كذي. ولما في الليل
اتصلت فيني موظفة ما أذكر شو اسمها الله يذكرها بالخير، طبعا خبرتني إن هي كذا شخص على اللاين على الخط وإن هم يحاكونك عشان يسجلون بيانات وكذي. أول شيء هاي خبرتني وعطتني تمهيد شوي، مثل ما يقول ما فاجأتني بالخبر إن أحمد أنت والله فيك كورونا أو في أنت مصاب بفيروس كورونا. بينتني إن الشيء عادي، فمن الأمانة ما جتني صدمة أو فجأة تفاجأت بالموضوع. بينتني إن الشيء عادي الحمد لله، يعني هالشيء ما خلاني أنصدم إن أنا مصاب بالكورونا. وأخذوا المعلومات الاحترازية من المخالطين حق. طبعا في نفس اليوم وزارة الصحة طرشوا لي سيارة، أخذوني ودوني لمستشفى السلمانية الطبي. طبعا أول ما دشيت كان وقت متأخر في الليل، إنزين، وبحكم إن حالات وايد موجودة طبعا مستحيل يقدرون يخلون كل مصاب في غرفة بروحه، لازم بيكون غرف مختلطة أو شيء كذي. فالأمانة أول ما دشيت الأمانة ما كنت بروح معي وافدين، بس الحمد لله الجهاز الطبي اللي كان في المستشفى كان متعاون وايد مع البحرينيين، لدرجة إن خلوني بروحي في غرفة أبو أربع أشخاص لين بس قالوا لي عاد لين ما يجيك مصاب ثاني. الأمانة تقريبا ما باقي يومين عن العزل وخلص إلا ياني مصاب. طول الفترة إن أنا حاولوا يعزلوني عن الوافدين أو شيء عشان أخذ راحتي نفسيا في المكان. يعني الأمانة كانوا مو مقصرين في المستشفى، يعني ما حسيت إن في شيء وايد يعني عظيم أو شيء. فيروس حال أي فيروس تكون الحمد لله يعني، بس يعني وبس هذا اللي صار في المستشفى. تميت تقريبا 8 أيام في المستشفى وبس. قالوا لي بعدين أخذوا لي عينتين متتاليتين في يومين، قال خلاص أحمد مو مصاب وتقدر. طبعا عقب ما طلعت نتيجتي غير مصابة هم في المستشفى كانوا يدققون علشان ان الغير مصابين تطلع نتيجتهم يخلونهم معزولين في غرفة واحدة، ما يخلون الغير مصاب والمصاب في نفس الوقت. مجرد طلعت نتيجتي غير مصاب اخذوني من الغرفة خلوني في غرفة خاصة كلنا موجودين فيها غير مصابين الحمد لله. وبس هذا قصتي اليوم صادني الفيروس. يعني اي نعم احمد، يعني بعد بيك تخبرنا يعني شلون كانت فترة الحجر تحديدا معاك، شلون قضيتها؟ فترة الحجر اول ما رجعت البيت طبعا كنت حريص ان ما اختلط ولا شخص. الحمد لله ان انا عندي مكان اقدر اعزل روحي فيه، يعني في ناس ثانية تعزل روحها لو في غرفة، فكانوا يوفرون الأهل أكل حتى من عند الباب حتى ما أخذه من يدهم، مثل ما وصلنا الفريق الطبي إن لا تختلط لا تستخدم أدوات معدنية أو في الأكل، خذ كل شيء بلاستيك استخدام مرة واحدة وقطة عشان احترازيا يعني، وأنت غسل ملابسك بنفسك وكذي. فقد ما أقدر حاولت إن ما أختلط بولا أحد، حتى كانوا يقدرون يقولون لي إن تقدر تقعد معهم من بعيد يعني وبكمام وماخذ احتياطك، بس للأمانة أنا كنت ماخذ احترازي يعني حتى ما قعدت معهم من بعيد. كلها تم يوم أخلص الحجر المنزلي وإن شاء الله أقدر أقعد معهم، وصدق يعني مرت الأيام وخلصت الحجر المنزلي. وطبعا طول ما انا في الحجر المنزلي كان في احترازي من وزاره الصحه. بعد اسبوع من ما رخصوني من المستشفى بعد اخذوا من عندي عينه يتاكدون ان انا مصاب او مو مصاب، ورحت لهم بعد تاكدوا ان انا غير مصاب خلوني بعد اسبوع
والحمد لله ان طلعت النتائج كل شيء تمام. وخلنا اذكر نقطه بعد الامانه فوق الحجر الصحي اللي اعطوني وزاره الصحه حتى انا شغلي اعطوني اسبوع من عندهم مدفوع ان اقعد في البيت حجر على ما ارجع الدوام. وقعدت في البيت للامانه ما طال يومك يعني ما نحاول نقوم بكل الاحترازات يعني. والله انا حاب الابتسامه اللي مرسومه على وجهك احمد والايجابيه والتفاعل. احمد كلمه اخيره ورساله حاب توجهها من خلال برنامج مجتمع واعي بهذه الابتسامه بعد. رساله اول شيء اول رساله اذكرها اشكر ولي العهد على الحمله الوطنيه اللي قام بها. وللاسف للاسف وما اتمنى هالشيء يكون لغيري. انا فقدت اعز انسان عندي بسبب هالفيروس، شخص غالي عندي الوالد الله يرحمه. فلازم كمجتمع احنا صج مجتمع واعي لازم نكون واعين الى هالشيء. يمكن انا شباب اقدر اتغلب على هالفيروس بس في ابهاتنا امهاتنا في ناس مصابين بأمراض مزمنة، يمكن مو كل واحد نفسي يكون إنه يقدر يتغلب على هالمرض. مثل ما قلت لكم أنا فقدت شخص وايد وايد عزيز علي اللي هو الوالد بسبب هالفيروس. فأتمنى أنا حتى عقب ما أنصب وتعافيت الحمد لله ما زلت أقوم بكامل الاحترازات. للحين ما أحاول ما أختلط بأحد، للحين ما أطلع مكان إلا للضرورة. يمكن الحين بنمر على فترة جديدة إن لازم نتعايش مع هالوضع، بس مو لازم يعني مثل لازم نقوم بالقوانين اللي حاطتها الدولة، التباعد الاجتماعي، ما نتجمع. للأمانة يعني في وايد ناس فقدت ناس عزيزة على قلبها بسبب الفيروس. إذا فات الفوت ما ينفع الصوت يعني، بس هذا اللي أقدر أقوله، ما أقدر أقول شيء ثاني. يعطيك العافية أحمد وعظم الله أجركم إن شاء الله والبقى في راسكم يا رب، والله يرحم الوالد برحمته ويستسكنه فسيح جناته يا رب. كل الشكر والتقدير لك أحمد على سعة صدرك وعلى هذه الابتسامة اللي شفناها وعلى كلامك اللي وجهته للجميع، والله يبعدك على الأمراض إن شاء الله. هني في البحرين كل اللي تحبونه، الحلوى وهني الطيب وهني النخل وهني الماي والعيون، هني الجمال هني البحر هني الصيد هني اللولو هني كل شيء جميل. هني في البحرين قصة أغنية هني في البحرين ترحيبي يترحب بالناس بعدين تتكلم عن البحرين. يا مرحبا بيكم هني في البحرين، خلوني بسولف واروي عن البحرين. لما جيت عند أغنية البحرين والشيخ عيسى كاتبها بطريقة يعني جميلة جدا، اتكلم عن جمال البحرين وعن تاريخ البحرين وعن طيبة البحرين. هني في البحرين لا دنيا تشغلهم لا هم ولا أحزان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، في ديرتي من سنين هني في البحرين، في ديرتي من سنين هني في البحرين. يا مرحبا فيكم هني في البحرين.
مشاهدينا راح ننتقل معاكم الى زميلي فواز اللي راح يستعرض اخر الاحصائيات المتعلقه بفيروس كورونا في مملكه البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا لولو، بالتاكيد راح نستعرض في هذا العرض اخر الاحصائيات اللي اصدرتها وزاره الصحه حتى اليوم الاثنين 13 من شهر يوليو 2020. فقد اجرت مملكه البحرين اكثر من 666 الف فحص، وهي النسبه التي تتفوق فيها البحرين على اكثر دول العالم تاثرا بالفيروس على مستوى حجم اجراء الفحوصات مقارنه بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 4407 حالات، ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 4360 حالة، فيما يبقى 47 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 118 حالة، أما المتعافون فيبلغون 28425 متعافي، الوفيات 109 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 471 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 274 حالة لعمالة وافدة و190 حالة لمخالطين، وسبع حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالة وفاة واحدة وتعافي 597 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأثنين، والكلمة لشلول وتفضلي. شكرا لك فواز، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. مشاهدينا الكرام، اللي نشوف اليوم من استمرارية للحياة الطبيعية وعدم تأثير تداعيات فيروس كورونا وانتشاره عالميا على حياتنا اليومية هو نتيجة لمنظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير اللي اتخذتها المملكة، واللي تعتمد أيضا وتستند على الوعي المجتمعي. بالفعل يا فواز، الوعي المجتمعي والالتزام المسؤول والمواصلة بكل أمور أو كافة الإجراءات الوقائية هي العامل الرئيسي في هذه المرحلة اللي تتطلب منا كلنا أن احنا ما نتهاون أبداً في اتباعنا للإجراءات اللي تحمينا وتحمي أهلنا ومجتمعنا. هي لولو فترة وبتمر إن شاء الله، لكن اليوم علينا دور كبير في أن هالمرحلة تمر وإحنا بصحتنا وتعدي بدون أي ضرر يتسبب فيها التهاون وعدم الالتزام. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي مع الزملاء بسام ورقية. في أمان الله. في أمان الله.